تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء ومتابعين الكرام، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي. دائما في البداية أحب أني أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأيضا أرحب معنا اليوم وبيشاركوني اليوم إن شاء الله في تقديم الحلقة الدكتورة هند العوضي، صباح الخير، وأيضا الأخت آمنة آل علي. متابعينا ومستمعينا، ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب باتصالاتكم ونرحب بمشاركاتكم وأيضا آراءكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا ناخذ أول فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم، نستعرض معاكم مستمعينا على السريع فقرات برنامجنا لهذا اليوم. اليوم طبعا تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الصحة بدبي بفوزها بثلاث جوائز طبية، وبنتكلم عن هاي الجوائز اليوم مع الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. ودائما فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية. ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم طب المسنين أو طب الشيخوخة. فقرة خدمات هيئة الصحة بنتكلم عن الخدمات المقدمة في مستشفى لطيفة. أيضا عندنا فقرة التغذية وتحت عنوان دور التغذية في زيادة التركيز، وفقرة صحة المرأة أيضا، وبحكم أن شهر 10 هو شهر سرطان توعية بسرطان الثدي، أيضا عندنا اليوم موضوع سرطان الثدي وبنتحاور في هذا الموضوع بشكل أكثر. هاي كلها مواضيعنا لهذه اليوم مستمعينا الأعزاء، ودائما نطلب منكم التواصل معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما ذكرنا مستمعينا الأعزاء بأن الإمارات تفوز بثلاث جوائز طبية عالمية ممثلة بدبي وفي هيئة الصحة بدبي. فازت الإمارات ممثلة في دبي وهيئة الصحة بدبي بثلاث جوائز عالمية على مستوى المسابقة العلمية والطبية التي يتم تنظيمها سنويا ضمن أعمال مؤتمر جراحة المناظير النسائية الذي يعد التجمع الأكبر في العالم للأطباء الزمالة في هذا التخصص الطبي المهم. وجاء فوز الإمارات العربية المتحدة بالجوائز الثلاثة في ثلاث فئات مختلفة. لأهمية هذا الموضوع مستمعينا ومتابعينا اليوم بنستضيف ويانا الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. الدكتورة منى صبحت الله بالخير والنور والعافية. الله بالنور والخير والسرور يا رب. دكتورة طبعا احنا فخورين جدا الحقيقة يعني بالخدمات المميزة اللي قدمها مستشفى النساء والولادة مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. واليوم الحقيقة يعني فرحة كبيرة لكل حد، يعني للإمارات ولشعب الإمارات، ونحن أيضا فخورين بهيئة الصحة بدبي وجميع العاملين بهيئة الصحة بدبي على فوز الإمارات بثلاث جوائز طبية. دكتورة طبعا هذا الشيء شرف للكل الحقيقة بأن مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي تحصل على ثلاث جوائز طبية وعالمية. الحقيقة تعطينا دكتورة يعني نبذة عن هاي الجوائز. إن شاء الله أخوي عبد الله. طبعا أول شيء هذا فضل من الله سبحانه وتعالى،
وثم طبعا رؤية حكومة دبي وهيئة الصحة في دبي. اليوم المستشفى لطيفة تميز بجراحة المناظير النسائية. وصلنا ما شاء الله يعني ولله الحمد مرحلة متقدمة جدا. اليوم ننافس فيها دول العالم في الخدمات اللي نقدمها ولله الحمد. هاي الجائزة مثل ما تفضلت أخوي عبد الله طبعا مؤتمر عالمي وهو الأكبر من نوعه حق أطباء الزمالة، يعني الأطباء اللي تدربوا في جراحة المناظير النسائية، ويكون تجمع سنوي وفيها طبعا مسابقات وتختلف على يعني اختلاف الفئات هاي. ولله الحمد يعني أثبتوا الدكاترة عندنا الجدارة والكفاءة في ثلاث جوائز مهمة. نعم. الأولى كانت في أفضل محاضرة قدمت. نعم. عن الأمراض اللي تخص أمراض النساء والجراحة. الفئة الثانية كانت الابتكار في جراحة المناظير النسائية. نعم. والثالثة كانت عبارة عن مسابقة يعني لايف في الخياطة بجراحة المناظير، طبعا يعني هاي مب على يعني مرضى لايف سيرجري، لكن على أن احنا طبعا يعني ترينر سبلفك ترينر وأشياء خاصة نسويها وفي حكام ويحكمون على مثلا الخياطة وكذا. فكانت كنا من ضمن 20 دولة والدولة العربية الوحيدة، وباقي الدول كانت كلها من أوروبا وأمريكا. فولله الحمد يعني هذا إنجاز، إنجاز كبير، وأنا أفخر صراحة بقيادتنا في الهيئة وبالكفاءات اللي عندنا ما شاء الله في المستشفى. هاي الأطباء أو فريق اللي كان يمثل دولة الإمارات، فريق بأكمله موجود في لطيفة وتدرب في مستشفى لطيفة على جراحة الأمراض المناظير النسائية. نعم دكتورة، طبعا أيضا نحن نفتخر الحقيقة، ودائما نحن يعني مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي يعني متميز في خدماته الدكتورة، ومتميز في كل الخدمات اللي يقدمها على مستوى يعني أمراض النساء وأيضا الولادة. دكتورة أنت ذكرتي بأن حتى يعني الفريق الطبي اللي كان مشارك في هذه الجوائز يعني فريق طبي الأطباء كلهم من مستشفى لطيفة بدبي، لو تحدثينا شوية في هذا الجانب. طبعا احنا يعني جراحة المناظير ما شاء الله في المستشفى من زمان، لكن في تطور مستمر، وبصراحة آخر 5 سنوات أخوي عبد الله كانت نقلة نوعية بالفعل. نعم. فعدد جراحات المناظير عندنا يعني ضاعفت 3 أضعاف. اليوم احنا نسوي تقريبا 700 عملية بالمنظار تخص النساء وامراض اللي تخص النساء. كذلك تدريب طبعا هذا يتطلب طاقم ويعني متكامل و متميز في شغله ومتدرب وغير الأجهزة الحديثة. فالطاقم حتى اللي يشتغل احنا من يمكن 2% من قبل 5 سنوات يشتغلون على جراحة المناظير النسائية، اليوم وصلنا نسبة 34% من الدكاترة يسوون هالعمليات. وطبعا لهم يعني نظام معين في التدريب والمراقبة وكل هذا نسميها احنا زمالة. في دبي المستشفى الوحيد اللي عندنا الزمالة في جراحة المناظير النسائية، واليوم طلب كثير من الأطباء مش فقط من الإمارات بس حتى من برا على فكرة يبون يجون عشان إن شاء الله يتدربون يعني عندنا. غير هذا والله الحمد لأن تميزنا في خدماتنا خاصة في خدمة جراحة اللي تخص انتباذ بطانة الرحم المهاجرة. هاي يمكن من أعقد الأمراض اللي تصيب تقريبا 7-10% من النساء. هاي
أقول أن يمكن من أعقد العمليات فيها اللي هي الدرجة الرابعة فيها، الخدمة هاي فقط تقدم في مستشفى لطيفة، ويونا اللهم لك الحمد من العالم مرضى فقط لعلاج هذا المرض. نعم دكتورة منى، طبعا يعني مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي مستشفى طبعا من المستشفيات المعتمدة يعني عالميا ضمن يعني الجدول الاعتمادات العالمية. دكتورة أكيد يعني هاي الثلاث جوائز إضافة كبيرة الحقيقة على هيئة الصحة بدبي بشكل عام، وإضافة يعني مباشرة بيلتمسها أيضا متعاملين مستشفى دبي، لو عفوا متعاملين مستشفى لطيفة. لو تحدثينا دكتورة يعني كيف بتعكس هاي الثلاث جوائز العالمية اللي حصلتوا عليها انتوا على خدماتكم وتطوير الخدمات، وايضا تطوير الخدمات اللي خاصة في جانب خدمات المناظير في مستشفى لطيفة؟ مثل ما تفضل، طبعا احنا نعم عندنا اعتمادات دولية غير الجي سي اي، في اعتماد او اعتماد مركز تميز في جراحة المناظير النسائية من الجمعية الأمريكية لجراحة المناظير النسائية، فإحنا ولله الحمد عندنا حتى هاي الاعتمادية منهم وكمركز تميز. وهذا بعد من فترة، بس مثل ما أنت تفضلت يعني إحنا ما نوقف على خط معين. صحيح. لأن قادتنا علمونا أن التميز ما له خط نهاية. نعم. فدائما للأفضل. واليوم هاي الجوائز غير أنها طبعا هي جائزة، لكن الأهم أن هاي تعكس كفاءة وقدرة الأطباء اليوم عندنا في المستشفى. صحيح. اللي نافسوا دول كبيرة. ولله الحمد وصلوا هالمركز. صحيح. وطبعا مثل ما تفضلت هذا يعني أكيد يعكس بشكل كبير على الخدمات اللي إحنا نقدمها، معناته ما شاء الله عليهم يعني مطلوبين هالأطباء لهاي الجراحات. صحيح. وإحنا اليوم يعني وبالفعل يعني في تطورات وفي التوسعات اللي استوت عنا أخوي عبد الله. صحيح. زدنا يعني غرفتين عمليات زيادة بسبب عدد اللي قاعد يزيد عندنا في والطلب في هالعمليات. نعم. من الدولة ومن خارج الدولة. صحيح. دكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، مرة ثانية ألف مبروك دكتورة، ودائما إن شاء الله للتطور ودائما يعني المزيد من التطور. شكرا لك دكتورة. شكرا أخي عبد الله. الله يحييك. مستمعينا ومتابعينا، من بعد يعني حديثنا مع الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة عن فوز الإمارات بثلاث جوائز طبية عالمية، بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها. خلكم معنا مستمعينا الأعزاء، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ودائما من خلال هذا البرنامج نرحب مستمعينا ومتابعينا بتواصلكم معنا واتصالاتكم، وأيضا استفساراتكم على الأرقام 6005514114، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذكم مستمعينا الأعزاء فقرتنا الثانية مع خدمات المقدمة في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، ومعانا اليوم الدكتور أحمد عبدو طبيب أخصائي أول أطفال بمستشفى لطيفة بدبي. دكتور أحمد صباح الخير. أهلا وسهلا. مرحبا دكتور. في البداية أحب أني أبارك لكم على يعني حصولكم على ثلاث جوائز عالمية، وقبل قليل
كانت معنا المدير التنفيذي أيضا لمستشفى لطيفة، وتحاورنا معها حصولهم على هذه الجوائز المهمة. فألف مبروك دكتور أحمد. الله يبارك فيكم، إن شاء الله النجاح المستمر في كل واحدة الدوائر إن شاء الله. دكتور، طبعا مستشفى لطيفة بدبي من المستشفيات الأساسية والأهم مهمة اللي هي تعني بخدمات أمراض النساء والولادة، وطبعا خدمات مميزة في كل الجوانب. لو تعطينا دكتور نبذة عن الخدمات المقدمة في مستشفى لطيفة بدبي بشكل عام. مستشفى لطيفة مسمها للنساء والأطفال، لكن مستشفى لطيفة بتأدي خدمات لأمراض النساء والولادة، صحيح، وطب الأطفال وطب الأطفال الخدك وجراحة الأطفال وحروق الأطفال. أنا بس بأكد على هذه المعلومة، أن نساء أمراض الأطفال وجراحة الأطفال والحروق. وبالنسبة للأطفال تحديدا، إحنا نخدم الأطفال من يوم الولادة إلى عمر 13 سنة. نعم. بالنسبة لأقسام المستشفى بالنسبة للأطفال، عندنا ثلاث أقسام رئيسيين، اللي هي قسم الطوارئ، قسم العيادات الخارجية، والقسم الأقسام الداخلية. إلى جانب الخدمات المساعدة الأخرى كالمعمل والأشعة والخلاف، فمستشفى لطيفة تؤدي هذه الخدمات. نعم دكتور أحمد، طبعا هناك حسب يعني ما نعرف بأن مستشفى لطيفة متخصص مثل ما أنت تفضلت ب يعني أمراض النساء والولادة وأيضا أطفال. هناك برنامج طبعا يعني تم اعتماده أو وضعه في المستشفى، بحيث أنه يعني يتم علاج الأمراض النساء والولادة بشكل دقيق وشكل يعني متميز يختلف عن أي مكان آخر. لو تحدثنا دكتور أحمد عن يعني الخدمات اللي يقدمها مستشفى لطيفة الخاصة بفئة الأطفال. تمام. احنا في قسم الاطفال اللي بنقدم يعني ثلاث اقسام مترابطه مع بعض. قسم طوارئ الاطفال هو طبعا بيعمل على مدى 24 ساعه، بنستقبل في حالات الاطفال من الولاده حتى سن 13 سنه، وبنستقبل كل حالات الاطفال الى جانب حالات الاطفال، جراحه الاطفال وحروق الاطفال. احب انبه بس ان في حالات الطوارئ اصابات الاطفال بالنسبه للحوادث لا قدر الله شر بره وبعيد، كإصابات مثل حوادث السيارات، فهي تتجه إلى قسم الإصابات في مستشفى راشد. نعم. ده بس الخلاف الوحيد، لكن إحنا بنستقبل هذه الحالات. الطفل طبعا أيا كان لما بيوصل لحوادث الأطفال عندنا، من أول من بنصنفه حسب درجة المرض أو اللي عنده إلى خمس درجات، وبنستقبل الحيوانات العلامات الأساسية الحيوية زي الحرارة والنبض وسرعة التنفس ونسبة الأكسجين ونسبة الطول والوزن قبل ما يدخل على الطبيب حسب التصنيف المرضي للطفل. ومبدئيا بالساعات نحتاج نعمل له تحليل أولي بالدم، وهوش بيتاخد عن طريق الوريد، ولكن بيتاخد عن طريق شكة صغيرة جدا ينزل منها نوع الدم بسيط، بنحدد بناء عليها نسبة الغازات في الدم، الأملاح، السكر، نسبة الصفرة والهيموجلوبين. ثم بعد ذلك يعرض على الطبيب اللي هو الأطباء عندنا في قسم الطوارئ، هم أطباء متخصصين في طب الأطفال، أخصائيين وأخصائي أول الأطفال بيبقوا متواجدين، ونحن نعمل على مدى 24 ساعة. دكتور أحمد، بس تسمح لي شوية أسألك ونوضح للمستمعين الفرق بين خدمات قسم الطوارئ في مستشفى لطيفة وخدمات قسم الطوارئ في مستشفى راشد فيما يخص الأطفال، وهل في فرق بين الحالات اللي أنتوا تستقبلونها في مستشفى لطيفة من الحالات اللي مستشفى راشد يستقبلها، لو توضح لهم المستمعين هذا الفرق. أو مستشفى لطيفة للأطفال نستقبل كل حالات الأطفال المرضية وجراحات الأطفال والحروق، لكن لو إصابة نتيجة لا قدر الله حادث سيارة أو شيء فلازم يتجه بس إلى قسم الإصابات مستشفى راشد.
يعني أنت اللي تقصده إذا الطفل تعرض لأي كسر لأي نوع من الأنواع هو المفضل أنه يروح لمستشفى راشد بدل ما يروح لمستشفى لطيفة. أما إذا صارت له إصابات طفيفة أو حروق فهو يقدر يروح لمستشفى لطيفة. بالضبط كده، دي أهم نقطة في الموضوع. أوكي، شكرا دكتور على المعلومات القيمة اللي أعطيتني إياها، ويشرفنا استضافتك. شكرا. شكرا. شكرا مستمعينا. وبعد يعني خدمات المقدمة في مستشفى لطيفة بدبي، قبل أن أطلع الفاصل بناخذ معاكم مصطلحنا الطبي لهذا اليوم مع الأخت آمنة العلي. أهلا أخوي عبد الله، مصطلحنا اليوم عن طب المسنين أو طب الشيخوخة، وهو فرع العلوم الطبية الذي يهتم بصحة كبار السن والمسنين، ويهدف لدراسة صحة كبار السن وعلاج الأمراض الشائعة في الشيخوخة وعلاج الآثار والمشاكل الصحية المترتبة عليها. نعم أختي آمنة، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا اليومية التغذية. مستمعينا ومتابعينا خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ودائما من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب باتصالاتكم وملاحظاتكم واستفساراتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا فقرة التغذية مستمعينا ومتابعينا الأعزاء اليوم تحت عنوان دور التغذية في زيادة التركيز مع الأخت آمنة العلي. أهلا، اليوم بنستضيف معنا الأستاذة فاطمة فريد، أخصائي تغذية سريرية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة فاطمة. صباح النور. أهلا أهلين. اليوم موضوعنا صراحة شيق ومهم، واللي هو التركيز. طبعا كلنا هالأيام فاقدين التركيز أحس. اليوم تعرفين أستاذة فاطمة كيف ممكن أن التغذية تزيد التركيز أو تقلل منه؟ في البداية لازم ننوه على أن يعني ما في طعام معين واحد إذا أنا استمريت أني أكله بس رح يزيد عندنا التركيز. في البداية الأساس أن الطعام الصحي المتكامل ويعني ومو بنوع واحد بس بيساعدنا لزيادة التركيز. فتناول الفاكهة، الخضروات، البقوليات، السمك، الدهون الصحية، الحبوب الكاملة، كل هاي الأكلات مع بعض تساعد على تحسين ودعم وظائف الدماغ وبالتالي يزيد التركيز عندنا. فمن الأساس أن الطعام الصحي المتكامل يكون يعني موجود ومن ضمن يعني من ضمن نمط الحياة المعتاد، وبالإضافة إلى هاي الأطعمة اللي راح نتكلم عنها اليوم اللي تحفز وظائف الدماغ إذا كان أكلنا أصلاً معتدل ومتكامل. بس عشان يكون واضح إنه ما بنتناول نوع واحد ونتوقع إنه راح يزيد عندنا التركيز. نعم أستاذ الأطعمة هاي. بس اليوم بتحدثينا بشكل عام للجميع، ولا تبين تركزين مثلا التغذية لدى الأطفال بما أنهم الحين في COVID-19 ودائما في البيت ودائما يعني نحاول نحن نزيد من تركيزهم عشان الدراسة ونزيد من تركيزهم عشان يمارسون هواياتهم أيضا في البيت؟ صح. مع العودة للمدارس يحتارون الأمهات كيف ممكن يساعدون أطفالهم أن يزيدون التركيز، شو الأكلات اللي ممكن يحضروا لهم إياها ممكن تساعدهم بتطوير مخهم وزيادة تركيزهم عشان التعليم عن بعد أكثرهم. فممكن نتكلم عن هذه الأطعمة اللي بتكون غنية بالأوميغا 3 والفيتامينات ومضادات الأكسدة اللي تساعد وتحفز على تقوية الدماغ وتحسين وظائفه. شوقتينا نسمع الأطعمة الصراحة. يلا نتكلم عن بعض الأطعمة اخترناهم نتكلم عنهم اليوم. هي السبانخ والتوت.
السبانخ والتوت مثلا هال النوعين من الأطعمة غنيين جدا بالمضادات الأكسدة والمهمة لمحاربة الجزئيات الحرة، فبالتالي يزيد عندنا حتى يعني يزيد عندنا يزيد ممكن انه يساعد في زيادة التركيز ودعم وظائف الدماغ. نعم استاذة فاطمة، بس عفوا مثلا السبانخ من الأكل تحسينه يعني ما يستصيغون الأطفال، هي فكيف ممكن نخليه بطريقة يعني أنه ممكن يتقبلونه؟ صاحب ممكن أن نحن دائما نحط السبانخ بطريقة يعني طريقة عرض الأكل تكون شوية يعني حلوة وتخلي الطفل شوية يعني يكون يعني يرغب فيها، مو بلازم انه يكون سبانخ كذي ناكله، ممكن يكون على شكل فطيره مثلا، ممكن يكون على ممكن اذا ما تبون يبين السبانخ يكون يعني نخفي في الاكل بدون ما الطفل يحس انه في شيء هو ما يحبه. في شيء بعد استاذ عفوا في برامج تعلم الامهات كيف ممكن يزينون الاكل او يعني يخلون الاكل بطريقه مشوقه، بس يعني ما عندك شيء خلطه نخلط فيها السبانخ بشيء عسب الاهل ياكلونه؟ هو ممكن يعني الانترنت ما شاء الله ومثل ما قلتي مواقع التواصل الاجتماعي مليئة جدا بالطرق والصور، يعني ممكن الواحد يطلع وايد صور يعني وايد طرق تسهل على الأمهات انهم يعرضون الأكلات الصحية بالطريقة يعني بطريقة مهمة ويعني الأطفال يحبونها. يعني استاذة فاطمة إذا احنا خلطناها مع العصاير هل هذه بتقلل من قيمتها الغذائية ولا نقدر احنا نحط شوية سبانخ مع العصاير المفضلة عندهم؟ ممكن بس شوية بيكون الموضوع صعب انه ممكن الأطفال ما يحبون الطعام، بس يحبون السموذيز مع البيريز وكذي. أيوة. ونحط لهم شوية سبانخ فيها، فهل هذا رح يقلل من قيمتها ولا لا بالعكس ما راح يقلل من قيمتها، خصوصا ان احنا بنحط البيريز اللي هم اثنينهم فيهم نفس الفوائد الغذائيه، لكن ممكن حتى يكون بطريقه يعني في ساندويتشز مثلا او على فطائر او طريقة يعني نقدر نحطها مع معكرونه الاسباجيتي لان الاطفال يحبونها نحطها في خلطه اللحم هذه، فهاي صح. بعد ما راح تاثر من قيمه القيمه الغذائيه، صحيح استاذه فاطمه؟ صح طبعا. وطبعا استاذة عشان وقتك لأن باقي لنا شوي من وقت فقرة التغذية، ممكن يعني نستكمل حديثنا. قلتي لنا الحين ان اعطيتي لنا السبانغ والتوت عندنا التفاح بعد. التفاح في نيوروترانسميترز، هي مواد مثل الأسيتيل كولين اسمه، يساعد في نقل الرسائل العصبية إلى الدماغ. فالتفاح مثلا يكون متوفر في البيت قدام الأطفال. عندنا الأفوكادو مثلا يحتوي على البوتاسيوم والفوليت، بعد في دراسات أثبتت أنه تطور يساعد في تطوير الدماغ والجهاز العصبي، فممكن يكون من ضمن مثلا يكون بين السموتي مثل ما قلتي الأفوكادو، فالياهل يتناوله إذا ما كان يحب يأكله بروحه ممكن يأكله مع بشكل عصير وما يحس بطعمه. ممكن نضيف القليل مثلا من العسل لهاي السموتي عشان يحلي الطعم. نقدر نحوله لآيس كريم بعد إذا هل نقدر نحوله لآيس كريم بعد؟ صح، بس طبعا اذا نتناول الفاكهه يعني في نفس الوقت نستفيد من المواد الغذائيه اكثر. نعم استاذه بعد. نعم تفضلي. عندنا البيض غني بالكولين بعد يقوي الذاكره، فممكن البيض يكون مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع يكون موجود في يعني من ضمن الغذاء الطفل يعني في البيت. السمك والجوز اثنينهم يحتوون على الأوميغا 3 المهم للذاكرة وصحة الجهاز العصبي. نعم. والجوز ممكن يكون مثلا الأهالي يحبون يعني يأكلون وجبات خفيفة ومكسرات مثلا، ممكن تكون بس غير مملحة. والسمك بعد يكون من ضمن يعني وجبات البيت اللي بيتنا ولها الطفل وطبعا بقية أفراد العائلة يعني. نعم استاذة فاطمة استمتعنا جدا بالحديث معك وخذينا منك الصراحة معلومات جدا مفيدة، شاكرين تواجدك معنا اليوم وإن شاء الله نستضيفك حلقات ثانية. شكرا لك استاذة فاطمة أخصائي تغذية سريرية في هيئة الصحة بدبي. مستمعينا ومن فقرة التغذية إلى فقرة صحة المرأة اليوم تحت عنوان سرطان الثدي ومع الدكتورة هند العوضي.
مثل ما كلنا نعرف أستاذ عبد الله أن شهر أكتوبر هو شهر مخصص للتوعية بسرطان الثدي. نعم. اليوم معنا الدكتورة نوف علي النون، أخصائية طب أسرة وأيضا متخصصة في الأمومة والطفولة بهيئة الصحة في دبي. أهلا ومرحبا فيك دكتورة. الله يحييك. دكتورة، لو تعطينا شوية نبذة مختصرة عن ما هو سرطان الثدي. جميل، ممكن نبدأ بمقدمة عن سرطان الثدي وأهمية في شهر أكتوبر. نحن نحرص ونحب على الكشف المبكر لسرطان الثدي، لأن للأسف يعتبر سرطان الثدي هو أكثر السرطانات المنتشرة بين النساء عالميا وكذلك محليا، بحيث يعتبر هو من أكثر الأنواع السرطانات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبلغ نسبة عدد الحالات المشخصة سنة 2018 تقريبا 39% من مجموع السرطانات المسجلة في هذه الجسنة. كان متوسط العمر للتشخيص هو 50 عاما. يصيب سرطان الثدي نساء أكثر شيوعا بين النساء، ولكن أيضا بين الرجال. طبعا احنا نحرص دائما على تعريف الناس بما هو سرطان الثدي، لان وجدت الدراسات اهميه الكشف المبكر والفهم الافضل لطبيعه هذا المرض كان من العوامل الكبيره المرتبطه لتقليل عدد الوفيات المرتبطه بهذا المرض. لو تعطينا دكتوره اهم الاعراض والمؤشرات الاولى اللي تنبه المراه ان هي يمكن عندها هذا المرض. جميل، للاسف في مراحله المبكره سرطان الثدي لا يظهر لديه أي أعراض، يعني المرأة ممكن ما تشعر بأي أعراض، لكن ممكن نحن ننوه ببعض الأعراض اللي ممكن تحدث لأي امرأة مرتبطة بتغيرات في مظهر الثدي أو الإحساس به. ممكن مثال على ذلك تحس بكتلة في منطقة الثدي أو الأبط، أو ممكن يكون تغير في شكل الثدي أو حجمه. ممكن يكون ألم جديد مستمر ولا يزول سواء كان في الثدي أو الحلمة. طبعا في بعض النساء قد تعرض عندهم بعض الأعراض اللي مرتبطة بجدر الثدي أو الحلمة، ممكن التقشر، الإحمرار، الانتفاخ والتنقير، وطبعا بعض الإفرازات اللي ممكن تظهر في الحلمة. وبشكل عام أريد أقول أي أعراض تحضر في منطقة الثدي تتطلب زيارة الطبيب. طبعا احنا نوه المستمعين ان في ثلاث طرق المرأة تقدر تسوي فيها الكشف المبكر. دكتورة، لو تذكرينا بهاي الثلاث طرق الكشف المبكر لسرطان الثدي. جميل، اذا بس اقول بشكل عام ان الكشف المبكر هو اهم مجالات انشطة الحماية واكثرها فائدة، واثبتت الدراسات انه ارتبط تشخيص سرطان الثدي في مراحله المبكرة بشكل جدا إيجابي انخفاض في معدل الوفيات الناجمة عن المرض، ويتيح الكشف المبكر أفضل فرصة لنجاح سرطان علاج سرطان الثدي. من الأمثلة اللي أهمها واللي ينصح فيها دوليا وكذلك تنصح هيئة الصحة لجميع النساء منذ سن 40 سنة فما فوق لفحص الأشعة السينية أول متعارف عليه بالماموغرام، وذلك كل عامين أو في مرحلة أبكر من ذلك في حال وجود عوامل وراثية. أيضا ننصح بالفحص الثدي الكلينيكي، وهذا غير عن الفحص الثدي الذاتي، لأنه حاليا لا ينصح بالفحص الثدي الذاتي إلا لحالات معينة. الفحص الثدي الكلينيكي طبعا دكتورة، بس عشان نلخص الكشف المبكر في البداية، احنا ننصح المرأة ان كل شهر تقوم بفحص نفسها وتشوف العلامات والأعراض اللي تظهر عليها، وثانيا كل 6 أشهر تزور الطبيب. هل هذا الكلام يعني اللي انت قلتي؟ وبعدين سنويا حسب عمرها تروح تسوي الفحص الأشعة السينية والماموغرام. فهذه هي اختصار الكشف المبكر دكتورة، وشكرا شكرا جدا على. هل في أي أشياء إضافية حابة تضيفينها دكتورة؟ بس باختصار إن دائما ننصح المرأة بالكشف المبكر وزيارة الطبيب إن تواجد لا سمح الله أي تغير في شكل الثدي أو مثل ما قلت الألم به، ضروري جدا مراجعة الطبيب. دكتورة نوف، أيضا يعني أنت من خلال حديثك في البداية قلتي أن موضوع الكشف المبكر من الأمور المهمة الحقيقة بخصوص موضوع سرطان الثدي وأيضا يعني أمراض أخرى. وأيضا يعني تفضلتي بأن يعني مرض سرطان الثدي لا يختصر فقط على النساء، وإنما أيضا يعني في حالات أنه ممكن أن الرجال يصابون بهذا المرض. لو تحدثينا شوية
بخصوص موضوع سرطان الثدي للرجال، وكيف يتم موضوع يعني بروتوكول الكشف المبكر؟ هل هو يعني مشابه للنساء ولا له يعني طريقة تختلف دكتور عنوف؟ سؤال جميل. للأسف لا يوجد بروتوكول معين ننصح فيه لفحص دوري كمثل اللي يحصل للنساء، وذلك بحكم أن سرطان الثدي أكثر انتشارا بين النساء. لا يعني أنه لا يصيب الرجال، لكنه أكثر انتشارا بين النساء. فلذلك إحنا دائما ننصح إذا الإنسان حس بأي تغير أو إحساس أو أي من هذه الأعراض لازم مراجعة الطبيب بغض النظر عن أي من الأعراض التالية. لكن للأسف لا يوجد بروتوكول معين لفحص الثدي لدى الرجال. شكرا دكتورة نوف على المعلومات القيمة اللي عطيتيني إياها، ويشرفنا ويشرفنا استضافتك، وشكرا دكتورة. العفو لك، شكرا للاستضافة. شكرا دكتورة. دكتورة هند، طبعا يعني من خلال حديثنا مع الدكتورة نوف، الحقيقة دائما نحن يعني هيئة الصحة بدبي خدماتها الوقائية التعزيزية متوفرة في المراكز، مراكز الخدمة في المستشفيات، ودائما تحرص هيئة الصحة دكتورة يعني بخصوص موضوع الإجراءات يعني الوقائية. الكشف المبكر نحن دائما نتكلم فيه، ومن خلال أيضا برنامج صحة وسعادة دائما نذكر مستمعينا ونذكر متابعينا ضرورة الكشف المبكر. دكتورة يعني وجودك اليوم أنت معنا، لو نتكلم شوية مثلا وننصح يعني متابعينا الأعزاء بأن الكشف المبكر ضروري، وأيضا يعني ضروري لأن دائما كل ما تم يعني الكشف المبكر في مراحله الأولية معناته يعني العلاج أفضل، النتائج العلاج بتكون أفضل، والفحوصات بتكون أفضل للمريض. طبعا أستاذ عبد الله، احنا فكرة الكشف المبكر انك انت تكتشف المرض قبل حدوثه او تكتشفه في مراحل الاولى، فهذا مو بالضرورة ان تكون عندك اعراض. فكرة الكشف المبكر انك انت تنتبه للبدايات او ما قبل المرض، فهذه فكرة الكشف المبكر. واحنا نستغل شهر اكتوبر في توعية النساء باهمية، ركزي معنا أستاذة آمنة، باهمية الكشف المبكر. لازم أولا شهريا كل امرأة تقوم بفحص نفسها، لأن هي أدرى بجسمها وبالتغيرات اللي تطرأ على جسمها. هذا الشيء شهريا ننصح فيه ما بعد الدورة الشهرية، لأن الجسم يكون في أفضل، ما يكون منتفخ أو أي شيء من عقب الدورة. ثانيا كل 6 أشهر إحنا ننصح أن تروح لطبيبها المختص، تروحين لطبيبك المختص يقوم بفحص الإكلينيكي هناك. وطبعا إذا كنتي أنت من ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، طبعا إحنا ننصحك أنك أنت تروحين تسوين كشف الماموغرام. في الماموغرام متوفر في عيادة في جميع المراكز التابعة لهيئة الصحة في دبي، في المستشفيات عندنا مستشفى دبي متخصص في هذا الشيء، وإلى جانب بعض الأماكن الأخرى. من الضروري جدا أن الواحد ما يستهين في الكشف عن نفسه. في الكثير يخافون أن يقولون أنا والله ما بروح لأني أنا ما بأعرف إذا في شيء. احنا نقول ان نسبة شفائك من المرض اذا اكتشفتيه في المرحلة الاولى قد تصل الى اكثر من 90%، فهذا شيء جدا ممتاز وجدا جيد. وهذه فكرة شهر اكتوبر، ان احنا نوعيكم لا تخافون، لازم تفحصون نفسكم وتكشفون مبكرا اذا لا سمح الله كان فيكم هذا الشيء. يعني دكتورة حتى البنات في اعمار صغيرة ممكن انهم تحسين انه يتوجهون للمستشفى، حتى لو هي وحدة صغيرة تقول يعني يمكن، لان دائما يقولون فوق سن 40 يصير يفحصوا كل سنتين او كل 6 شهور. شو تقولين حق البنات الصغار؟ اذا كان في بنات اليوم يسمعونا، طلاب في الجامعة، طالبات عفوا في الجامعة او طالبات في المدرسة، بس تحس بتغييرات مو طبيعية، هل ممكن انها تصير تفحص؟ بالفعل يعني إذا هي كل شهريا تشوف جسمها وتفحص نفسها هي بتنتبه على الأعراض. مو يعني أنت أقل من 40 معناتها أنت ما بيكون في، يمكن سبحان الله يكون يعني شيء ما يخصه في السرطان، يمكن يكون وراثي. صح دكتور؟ بالفعل، لأن في النساء اللي فيهم تاريخ عائلي كأمها أو أختها أو أي حد من أفراد العائلة كان فيهم هذا المرض لا سمح الله، فمعناته أن لازم أنت تبدأين بفحص الماموغرام
قبل سن الأربعين. نعم. ودكتورة هل تقدمون أنتم يعني توعية من هيئة الصحة في دبي، نحن كجهة مختصة ممكن نوعي طلاب عنا يعني هالتوعية لطلاب الجامعات أو طلاب المدارس يطلعوا لهم يروحون يوعونهم؟ بالفعل إحنا نقوم بعديد من الحملات التوعوية. إن شاء الله باكر يوم الخميس بيكون عنا منتدى افتراضي نثقف فيه الناس عن سرطان الثدي وما هو سرطان الثدي وطرق التوعية والوقاية وغيرها. والكل يقدر يشارك في المنتدى؟ طبعا الكل يقدر يحضر هذا المنتدى ويستفيد من الخبراء المختصين اللي احنا بنستضيفهم. واكيد بنعلن عنه في قنوات التواصل الاجتماعي. هذا شيء اكيد. واصلا احنا من بداية شهر اكتوبر بدينا بحملة التوعية بسرطان الثدي ومستمرين الى اخر الشهر ان شاء الله. دكتورة طبعا يعني تحدثنا نحن مع الدكتورة نوف ودائما نتكلم بان موضوع يعني سرطان الثدي لا يختصر فقط على النساء، وأيضا يعني ممكن في بعض الأوقات الرجل يصاب بسرطان الثدي. لو تحدثينا دكتورة الأعراض، يعني كيف ممكن الرجل يكتشف إذا هو مصاب بسرطان الثدي؟ طبعا هذه من الحقائق اللي الناس ما يعرفونها، أن بالفعل سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا عند النساء، ولكن ممكن أن يصاب الرجال بهذا المرض أيضا. طريقة كشف المبكر أنه أيضا إذا لاحظ أي تغيرات في الثدي عنده يقوم بالتوجه إلى طبيب المختص، والطبيب المختص يقيم الحالة ويقوم بالفحوصات اللازمة ومن ثم يقوم بتشخيص الحالة. لكن كثير الحقيقة هذه كثير يجهلونها. صحيح. يتوقعون أن خلاص سرطان الثدي هو فقط خاص بالنساء، هو بالفعل هم الأكثر إصابة، النساء أكثر إصابة بالسرطان الثدي، ولكن ما ننسى أن هناك أيضا فئة ونسبة معينة من الرجال أيضا يصابون بهذا المرض. صحيح. فضروري أيضا أنهم إذا لاحظوا أي تغييرات في جسمهم يقومون بالتوجه فورا إلى أقرب طبيب مختص. نعم. أيضا دكتورة نحن في برامجنا يعني عن برنامج صحة وسعادة هناك كانت فقرات عن الكشوفات الدورية، الفحوصات عفوا الدورية والكشف المبكر. في النهاية ترى دكتورة هند هاي ثقافة مفروض أن نحن نتبناها، الكشف المبكر، ويعني حسب البروتوكولات وحسب الأعمار الواحد يسير المراكز الصحية، والخدمات الحمد لله رب العالمين متوفرة في هيئة الصحة ومتوفرة في المنشآت الصحية في الإمارة، أن الشخص بس ضروري لابد أن الشخص ياخذ هاي المبادرة أنه يكون عنده روتين سنوي أو دوري أنه يكشف ويسوي الفحوصات اللي تكلمنا نحن عنها اليوم. بالفعل. نعم. دكتورة قبل ناخذ نحن أو نختم فقرتنا وبرنامجنا لهذا اليوم، خلنا ناخذ هذا الخبر مع أختنا آمنة العلي. نعم أخوي عبد الله، اليوم خبرنا الأخير في هذه الحلقة عن اضطرابات النمو لدى الأطفال، وقالت الجمعية الألمانية لطب الغدد الصماء أن اضطرابات النمو لدى الأطفال قد تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة. وأوضحت الجمعية أن قصر القامة الشديد قد يكون من الأعراض الأولية للفشل الكلوي أو ما يسمى بعجز النمو الغضروفي، ويعد سوء التغذية أو الربو أو قصور الغدة الدرقية أو نقص هرمونات النمو من الأسباب المحتملة لتأخر النمو. لذا شددت الجمعية على ضرورة خضوع الطفل لفحوصات طبية للتحقق من إصابته بأحد هذه الأعراض أو عدمها. نعم. ومع هذا الخبر مستمعينا ومتابعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم أو برنامجنا لهذا اليوم، أتمنى إن شاء الله أن البرنامج أيضا قدم لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو دائما مستمعينا ومتابعينا الأعزاء نهج ورسالة هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق الأستاذ النمر محمد، وأشكر أيضا اليوم معي دكتورة هند العوضي أبدعتي دكتورة، وأيضا أختي العزيزة آمنة العلي أبدعتي، وتقبلوا تحياتي عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.